أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. هنشوف أبطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة، ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى العصر اللي تقدم فيه الشطرنج كثيرا حتى وصلنا إلى العصر الحالي. وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت أدوار سماها النقاد بالأدوار الخالدة، وأنا جمعت هذه الأدوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة والإكروبات الشطرنجية. استعد حترى شطرنج لم تراه من قبل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. أريد أن أضيف ملاحظة إن بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة، بينما آخرين ربما يريدون المتعة فقط، ولذلك يمكنهم بالمؤشر أن يتجاوزوا الجزء الأول من الفيديو إلى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الأفكار، وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد أصبحت محاطة بإطار أحمر. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 28 بعنوان الدور المثير الجدل لمورفي. بول تشارلز مورفي لاعب شطرنج أسطوري، يعتبر الكثيرون أفضل لاعب شطرنج على الإطلاق في الفترة غير الرسمية للشطرنج، وهي التي قبل 1886. أطلق عليه لقب فخر وحزن الشطرنج بسبب مسيرته الوليدة في الشطرنج والذي اعتزله وهو ما زال في بداية العشرينيات من عمره. ولد في نيو أورليانز في عائلة ثرية، تعلم الشطرنج بمشاهدة لعب والده مع عمه، ولد بلوغه 12 من عمره هزم أستاذ الشطرنج المجري الشهير جوهان وينتل، وهنا لفت له أنظار أقرانه، تم التنبؤ له بمستقبل باهر حتى فاز بلقب الولايات المتحدة 1857، وظل يلعب في نيويورك ويفوز على أقرانه بسهولة، حتى سافر إلى أوروبا لسبب رئيسي وهو مقابلة أبطال أوروبا ستاونتون وأندرسون، وطاف أوروبا يهزم أبطالها واحد تلو الآخر في استضافة أمراء ووجهاء البلدان الأوروبية، حتى عاد إلى أمريكا. وخلال رحلته إلى نيو أورليانز طاف بعدة ولايات أمريكية يلاقي أبطالها ويهزمهم واحد تلو الآخر، حتى وصل إلى مسقط رأسه في لويزيانا وعمره 22 عاما، وهنا اعتزل الشطرنج ولم يعد له أبدا حتى توفي في سن 47. في يوم 20 يونيو 1858 وقبل يومين من عيد ميلاد مورفي 21، توجه مورفي مباشرة إلى لندن ليعبر عن احترامه للاعبي الشطرنج المحليين، وقبل كل شيء ذهب إلى هوارد ستنتون لتجديد تحديه للمباراة المرتقبة على ما توافقوا على تسميته بطولة العالم. ولكن ستاونتون الذي كان يتهرب من هذا اللقاء أعطى إجابة مدهشة، حيث سأله بعد الوقت لتحسين افتتاحياته ونهاياته قليلا، وبعد ذلك سيكون مستعدا للمباراة. وأثناء فترة الانتظار هذه لم يفوت مورفي الفرصة لزيارة نوادي الشطرنج الأخرى في المدينة، ومن بين العديدين من اللاعبين الذين التقاهم كان هنري بيرد منافسه في هذا الدور، وهو رئيس نادي لندن للشطرنج. وحدث هذا الدور الذي أنهاه مورفي بتضحيات وطريقة بارعة وأنيقة للغاية. ولكن هناك نقلة في المباراة صار حولها الجدل، هل لو لعبها بيرد كان الفوز سيكون حليفه؟ هناك من راهن على ذلك، وهناك من قال العكس، بينما هناك من قال بأن الدور سينتهي بالتعادل. واستمر الجدل على هذه النقلة حتى يومنا هذا، وكل عدة سنوات يخرج أحد اللاعبين بتفريع جديد لنقلة قديمة، أو حتى نقلة جديدة يزعم أنها تقلب المائدة رأسا على عقب. وطوال هذه المدة أدلى لاعبون كثيرون برأيهم، من بينهم أليخين ورينفيلد وميدنس
حتى وصلنا إلى كاسباروف وكاربوف الذي كان له تخريج رائع أثبت أن مورفي سيفوز في النهاية، ووافقه على ذلك الكمبيوتر أخيرا. هيا نرى هذا الدور العجيب والمثير للجدل الذي يحلل لنا برنامج فريدز 5، وأدعوك أنت أيضا للإدلاء برأيك. E4، أنا وضعت الأسود بأسفل لأن مورفي بيلعب بالأسود، وعاوزكم تشوفوا الدور من وجهة نظر مورفي اللي رد بE5 نايت F3 D6، ودي النقلة المميزة لدفاع فريدور، وهو دفاع صلب لكنه إلى حد كبير سلبي. وبرد كمل بالنقلة الشرسة D4، بيهاجم الوسط فورا، لكن مورفي رد بنقلة أكثر شراسة وهي F5، وأيضا بيهاجم الوسط وبيدق الE4، والأبيض عليه إن يكمل بنفس الروح بنقلات شرسة زي النقلة D takes E5، ويكمل عليها بالنقلة Bishop C4 ويهاجم الأسود. لكن بدلا من لعب النقلات الشرسة لعب النقلة الهادية Knight C3، بيحمي البيضة، لكن النقلة دي بتوافق خطة الأسود وليس الأبيض، لأن مورفي كمل F takes E4، وهنا الأبيض لازم يلعب لعب نشط بنقلة زي Knight G5، وحيفوز بالبيضة، وفي نفس الوقت بيهدد Bishop C4 والضغط على المربع F7. لكن الأبيض بدلا من اللعب بشراسة كمل بالنقلة الضعيفة Knight takes E4، وبكده ترك الفرصة لمورفي لمهاجمة الوسط بالنقلة D5. وهنا للمرة الأخيرة الأبيض عليه إن يلعب لعب نشط بنقلة زي Knight takes E5 على أساس التهديد القوي Bqueen H5 check. لكن بدلا من هذه النقلة الأبيض تراجع بالحصان للمربع G3، ومورفي كمل بE4 طالب الحصان Knight E5، ومن المفترض إن بيهدد النقلة Queen H5 check، لكن دي من السهل الأسود يدافع عنها، والمحصلة النهائية إن مورفي أصبح له بدائين في الوسط منهم بيضة قوي على المربع E5، وكمل بنقلة التعبئة Knight F6 مانع Queen H5. على أي حال الأبيض حاول متأخرا يلعب بنشاط وكمل Bishop G5، بيربط الحصان وبيهدد Knight H5 وبيكسف الضغط على الحصان المربوط، لكن مورفي رد بهدوء Bishop D6. وبعد Knight H5 مورفي أيضا كمل بكسل Queen D2، ومن هنا بدأ مورفي يستخدم التكتيك بالنقلة Queen E8 طالب الحصان على المربع H5، وفي نفس الوقت طالب ياخد بالفيل على المربع E5 ويفوز ببيدق. وهنا من المفترض للأبيض ان يكسر على المربع F6، لكنه كمل بالنقلة الضعيفة G4 اللي بتعمل اضعاف في جناح الملك الأبيض، ومورفي كمل Knight takes G4 بيفوز ببيدق، وفي نفس الوقت بيهدد بالأخذ على المربع H5. وبعد Knight takes G5 Queen takes H5 مورفي أصبح متقدم ماديا ببيدة ومتقدم أيضا في الموقف، وكمل الدور Knight E5 Knight C6 بيهدد بالأخذ على المربع E5، ولو الأبيض هو اللي أخذ على المربع C6 الأسود هياخد ببيدة البي وهيقوي هيكل البيادق في الوسط، وده بالطبع مش في صالح الأبيض اللي كمل Bishop E2 طالب الوزير Queen H3 Knight takes C6 Bxc6. الأسود أصبحت له كتلة بيادق قوية في الوسط، وتم تأمين الملك، والرخ أمامه عمود مفتوح وبيصور على المربع الضعيف F2، والملك الأسود محروم من التبييض في جناح الوزير، وإلا هيترك البيدق F2 بدون حماية. والأبيض كمل Bishop E3 بيحمي بيدق F2، ودلوقتي مستعد للتبييض في جناح الوزير، وخاصة بعد ما الأسود لعب Rb8 طالب بيدق B2، وده أدعى إن الأبيض يبيد في جناح الوزير ولعب كسل، والملك بيحمي البيدق. لكن دي كانت علامة بداية الألعاب النارية، ودلوقتي هترك لك بضعة ثواني أو ربما بضعة دقائق أو ربما بضعة ساعات لكي تستنتج نقلة مورفي القادمة، التي أنا متأكد أن الكثيرين وربما نحن جميعا لن نستطيع أن نصل إليها.
من المنطقي ان الاسود يكمل بنقلات زي البيشوب جي 4، ربما الابيض هو اللي يكسر والاسود ينشط الوزير، او ربما يلعب نقلة زي البيشوب اف 5 اللي غرضها ان يلعب البيشوب جي 6 والفيل بيقوي جناح الملك الاسود، او ربما ممكن يلعب البيشوب بي 4 طالب الوزير، والدفاع الوحيد للابيض هو لعب النقلة سي 3 اللي هتضعف موقع الملك المبيت، او ربما يلعب النقلة المتوسطة بيشوب اي 6 وينتهي من التعبئة ويوصل بين الرخين. لكن كل هذه النقلات لا يمكن ان يلعبها مورفي اللي لعب النقلة المستحيلة روك تيكس اف 2. بدون اي سبب الاسود بيضحي بالرخ امام بيدق، والابيض مضطر ان يقبل التضحية، والا الاسود بيهدد باخذ بيدق اخر على المربع اتش 2، ولذلك الابيض لعب تيكس اف 2. ودلوقتي اللي اتغير في هذا الموقف وجعل مورفي يضحي بالرخ السمينة، ده هو المطلوب انك تجاوب عنه. مورفي اوضح كل شيء بالنقلة كوين اسري، وفجأة اصبح لمورفي هجومه ميت ولكن في جناح الوزير، ودلوقتي بيهدد بالاخذ على المربع بي 2 بتشيك ميت، وبالطبع الوزير مؤمن من الاخذ لان بعد بي تيكس اس 3 مورفي هياخد بالفيل بتشيك ميت للملك الابيض، ولذلك الابيض لعب الدفاع الوحيد امام المات وهو السي 3، والوزير بيحمي بيدق البي 2، والملك في طريقه للمربع بي 1 عشان يحمي بيدق الاي 2، لكن مورفي كان اسرع ولعب كوين تيكس اي 2، ودلوقتي مورفي بيهدد بتشيك ميت في نقلتين، بتبدأ بكوين اي 1 تشيك ثم روك بي 2 تشيك ميت، ولذلك الابيض مضطر للدفاع الوحيد وهو بي 4 طالب تكسير الوزيرين وانهاء هجوم الاسود. لكن مورفي كمل بالنقلة كوين اي 1 تشيك. لازم نلاحظ ان هذه النقلة هي النقلة الوحيدة المتاحة للاسود، لانه لو اعطى الكش من المربع اس 3 الابيض هيلعب سعيدا كوين بي 2، والابيض تماسك ولابد من تكسير الوزيرين، والابيض في طريقه للفوز لوجود فارق مادي كبير، ولذلك مورفي لعب الكوين اي 1 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج سي 2، والوزير اصبح مطلوب من الرخ، ولذلك مورفي كمل بالنقلة كوين اي 4 تشيك، وهنا جاءت اللحظة الحاسمة اللي جعلت هذا الدور دور شهير، وهي النقلة كينج بي 2. لكن الجدل اسير بدلا من نقلة الكينج بي 2 ان الابيض يلعب كينج سي 1، وكده الملك هيكون في امان. لكن على اي حال هذه النقلة هنحللها بعد نهاية هذا الدور، وحاليا الابيض لعب الكينج بي 2، وهنا عليك انك تنصح مورفي كيف يمكن ان يكمل هجومه. بالطبع الكثيرين وصلوا للتضحية بيشوب تيكس بي 4، وحاليا الاسود بيهدد بالكش القوية من المربع اس 3 والمات في الطريق، ولذلك الابيض مضطر ان يكمل سي تيكس بي 4، ومورفي كمل روك تيكس بي 4 تشيك. ودلوقتي الملك لو تراجع هياخد تشيك ميت في نقلتين، بتبدأ بكوين اي 1 تشيك وروك بي 2 تشيك ميت، ولذلك الابيض مضطر ان يضحي بالوزير بكوين تيكس بي 4، وبعد كوين تيكس بي 4 تشيك الملك الابيض لديه مربعين امنين، اما يذهب الى العمود A او يذهب الى العمود C، وفي الدور ذهب للمربع C2، لكن بعد التحليلات وجد ان افضل مربع هو الذهاب للمربع A2. على اي حال الابيض لعب كينج C2، ودلوقتي اصبح الموقف على الرقعة موقف غريب، جميع قطع الاسود تم التضحية بها فيما عدا الفيل، والوزير اصبح وحيدا، هل هيستطيع اعطاء تشيك ميت للملك الابيض في وجود رخين وفيلين في منتهى النشاط؟ ده هو السؤال اللي عليك تجاوب عليه، وكيف ان مورفي واصل هجومه القاتل. مورفي لعب النقلة الممتازة E3،
النقلة دي هي النقلة المفتاح في الدور، لأنها بتفتح الوتر أمام فيل المربعات البيضاء وبتدخله بنشاط لكي يعاون الوزير في إعطاء تشيك ميت للملك الأبيض. وبالطبع حاليا الفيل الأبيض مطلوب، ولذلك الأبيض بيلعب بيشوب تيكس إي 3 ومورفي لعب ببساطة بيشوب إف 5 تشيك. لازم نلاحظ إن هذا الفيل كان منذ نقلة واحدة فيل خامل في موقع الابتدائي، وحاليا أصبح فيل نشيط جدا وبيهاجم الملك، وده اللي بيثبت لنا عبقرية مورفي وموهبته العظيمة. ودلوقتي الأبيض لديه اختيارين، إما يغطي بالرخ أو يغطي بالفيل، لأن العودة للخلف الأسود هيعطي تشيك ميت في نقلة واحدة بكوين سي 3 تشيك ميت. إذا الأبيض غطى بالفيل بيشوب دي 3 هتكون نقلة سيئة والأسود هيفوز فورا. يا ترى إيه هي كيفية فوز الأسود؟ الاسود هيفوز بالكش الغامضة كوين سي 4. بالطبع الفيل ما قدرش ياخد الوزير لانه مربوط على الملك، ودلوقتي الملك لازم يغادر ويترك الفيل لمصيره المحتوم، والاسود هيفوز بقطعة وهيفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده الابيض ما غطاش بالفيل انما غطى بالرخ، لكن ايضا مورفي كمل بكوين سي 4 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج دي 2، وهنا مورفي كمل بالكش المدمرة كوين اي 2 تشيك. لو الملك صعد للصف الثالث هيترك الفيل بدون حماية، واذا تراجع للصف الاخير مثلا للمربع بي 1 الاسود هيفوز ايضا بالنقلة كوين بي 1 تشيك، بيصوب ناحية الرخ، والملك لو حاول يحميه هيترك الرخ الثانية بدون حماية، واذا حاول ان يغطي بالفيل الابيض هيفوز بالرخ وهيفوز بالدور. ولذلك وفي هذا الموقف بيرد سلم. الحقيقة دور ممتاز بيوضح لنا عبقرية مورفي، لكن تعالى دلوقتي نعرف ليه الدور تم تسميته بالدور المثير للجدل. ودلوقتي نعود تاني الى هذا الموقف. اخر نقلة للاسود لعب كوين اي 4 تشيك، وفي الدور الملك راح للمربع بي 2 وخسر في النهاية، لكن لو الملك ملعبش الكينج بي 2 انما ذهب الى المربع سي 1 الكثيرين يقولون ان الملك يبدو في امان، وان مورفي ليس امامه غير التعادل، وحتى اذا لم يرضى به فان الابيض يستطيع فرض التعادل بنفسه، على اساس ان لو مورفي كمل بكوين اي 1 تشيك الابيض هيرد بكينج سي 2 كوين اي 2 تشيك، وبالطبع الملك لا يستطيع الهرب لوجود البيضة، ولذلك لابد ان يعود الى المربع سي 1 والوزير يعاود نفس النقلات والدور تعادل. ولكن بدلا من النقلة كوين اي 1 اقترح سولتس النقلة بيشوب تيكس بي 4، وافضل دفاع للابيض هو سي تيكس بي 4، وبعد روك تيكس بي 4 الاسود بيهدد بتشيك ميت في نقلتين بتبدأ بكوين اي 1 تشيك، لكن هنا وجد ان الابيض يستطيع التعادل بالنقلة كوين جي 5 طالب كوين دي 8 تشيك، وبعد الكينج اف 7 بيلعب بيشوب اتش 5 تشيك، والاسود ربما يتعرض للهزيمة، ولذلك افضل نقلة للاسود في هذا الموقف هو لعب الاتش 6 طالب الوزير، وفي نفس الوقت بيعمل مربع هروب للملك، والابيض مضطر ان يكمل بكوين دي 8 تشيك كينج اتش 7 كوين تيك سي 8 طالب كوين اف 5 تشيك ويعاود الكش مرة اخرى، وهنا الاسود ينتهز الفرصة مرة اخرى ويلعب كوين اي 2 طالب المات في نقلة واحدة، والابيض ليس امامه غير فرض التعادل بكوين اف 5 تشيك، والملك يعود للمربع جي 8 وكش من المربع اي 6 او عاد الى المربع اتش 8 الكش من المربع سي 8، والدور ينتهي بالتعادل. ولكن بعد فترة اقترح رينفيلد ومعه مندس عدم التضحية بالفيل، وانما يبدا التضحيه بالرخ، والاسود طالب الكش مات في نقلتين، وبعد سي تيكس بي 4 الاسود بياخد بالفيل طالب الوزير، ولا يوجد وقت للنقله كوين جي 5، ولكن الابيض هيدافع دفاع اخر بكوين سي 2 طالب الوزير، وبعد كوين اي 1 تشيك، والنقله الوحيده هي كوين بي 1، وايا كانت تكمله الاسود الدور هينتهي بالتعادل. على اي حال جاء كربوف بعد فترة واقترح نقلة اخرى جديدة، وهي النقلة
A5. ودي فكرة جديدة لان كارموف بيراهن على عدم حسم الدور حاليا، وانما الدخول الى مرحلة نهاية الدور الذي سيفوز فيها الاسود. وافضل دفاع للابيض في هذا الموقف هو كوين C2، لكن هنا الاسود هيكمل بكوين A3 تشيك، وبعد كوين B2 الاسود هيفرض التكسير، انما هيلعب النقلة الرائعة B4 حامي الوزير وفي نفس الوقت بيفوز ببيدق. وبعد كوين تيكس A3 بي تيكس A3، والاسود رغم تأخره برخ لكن امامه اربع بيادق وعنده البيدق القوي على المربع E6، وكذلك كتلة البيادق المتماسكة في الوسط مع وجود فيلين نشيطين، والاسود احتمالاته كثيرة جدا للفوز. وعلى اي حال الكمبيوتر وافق على فكرة كارموف، لكن في منتصف الثمانينات كاسباروف ادلى بدلوه واختار نقلة اخرى جديدة لها فكرة مبتكرة، وهي النقلة بيشوب F5. الفيل بيحتل احد الاوتار الهامة وفي نفس الوقت بيهدد بE3 ومعها ايضا نقلة كارموف الA5، وافضل دفاع للابيض هو البيشوب E1، والاسود هيكمل بكوين A1 تشيك كينج C2. الوزير اصبح مطلوب لكن الاسود هنا هيكمل بE3 تشيك بيكشف كش بالفيل وفي نفس الوقت بيهدد الوزير. وبعد الكينج B3 الاسود هيلعب ببساطة E takes D2 بيترك الوزير وطالب الفيل. وبعد روك A1 الاسود مش هياخد الفيل، انما كاسباروف وجد نقلة اخرى قوية وهي روك E8 طالب فيل المربعات البيضاء، وافضل دفاع للابيض هو بيشوب A6، وهنا الاسود هيكمل D takes E1 كوين روك تيكس E1 روك تيكس E1 روك تيكس E1 بيشوب تيكس H2، وبعد البيشوب B7 بيشوب E4 بيشوب تيكس C6، وبعد الكينج F7 الابيض فائز بفرق لكن امام بدائين، والاسود لديه بدائين سالكين في جناح الملك بيأمنون الفوز في النهاية. على اي حال انا قلت لكم بعض الافكار اللي اقترحها الكثير من اللاعبين بعد وفاة مورفي وبيرد بعشرات السنوات، لكن مازال طريق التحليل وإيجاد نقلات أخرى مفتوح لجميع اللاعبين. وبكده نكون انتهينا من هذا الدور المثير للجدل الذي أرجو أن يكون قد حاز إعجابكم. ودلوقتي أودعك على أمل اللقاء في رائعة أخرى من روائع الشطرنج الخالد، وهو دور لأحد اللاعبين الذي اعتقد ان له موهبة رائعة لم تظهر جيدا لانه كان في عصر كارموف وكاسباروف، وهو يلعب دور الخالد الرائع امام جيلفان الذي التقينا به فيما قبل في دور الشهير باسم الموناليزا. والى ذلك الحين اتمنى لكم اوقاتا سعيدة. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.